حبيت لو فقط نوضح ان يعني تعليق على او تعقيب على ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيره. خبر ضحك الحقيقه يعني ان فيها سيده عربيه انها تمثل ليبيا في منتدى في موناكو بفرنسا، وهي ايضا تدعي بانها عضو في مجلس اداره المؤسسه للنفط. طبعا الخبر هذا عار عن صحه تماما لاسباب حرم الضحى يعني في بعجاله. اولا يعني هذه السيده التي تدعي ذلك، انا بصفتي كرئيس مؤسسه نفط يعني بحكم القانون لا املك اقاله او تعيين اي عضو من اعضاء مجلس الاداره، هذه واحده. اثنين، هذه لا تمثل مؤسسه نفط التي انا ارأسها، هذه النقطه الثانيه. النقطة الثالثة أيضا، ليس هناك أي تمثيل للمؤسسة النفطية في منتدى موناكو ما يعرف بالتنمية والمستدامة، هذا يعني هذه حاجة أكيدة. لكن اللي يهمنا نحن هو ماذا قامت المؤسسة النفطية من إجراءات قانونية. نحن فور تداول هذا الخبر قام مكتب الإعلام مشكور بنشر خبر تكذيب لهذا الخبر الفاضح الكاذب على كل المنصات الإعلامية تابعة للمؤسسة النفطية من صفحة فيسبوك أو تويتر أو الموقع الرسمي. هذا الإجراء الأول. الإجراء الثاني، قام أيضا مكتب الإعلام المختص بالتواصل مع إدارة المنتدى اليوم الساعة 12 مستقبلا تقريبا او تحديدا بالضبط اليوم في ظهر اليوم وبمنتدى موناكو، وقام وطبعا طلب مكتب الاعلام توضيح الملابسات هذه الصفة وهذه السيدة التي تدعي انها عضو بادارة المؤسسة وطي نفط. قام المنتدى بالرد على مكتب الاعلام اليوم الساعة 3 وربع بالضبط تحديدا، ويعني السيد ماكس ستوند كوف هذا رئيس المنتدى تشيرمان سي سي الفورم، وبلغ المؤسسة الوطنية للنفط وبلغ المكتب العام مصدر النفط بانه يعتذر كثيرا عما ورد، وان يعني هذا ما سبب من ازعاج للمؤسسة الوطنية للنفط او سبب الربكه للمؤسسة الوطنية للنفط. وقال في هذا الايميل تاع المستلم اليوم، واضح الايميل هذا، طبعا الايميل كنا نحكي عليه بالتفصيل بعدين. طبعا بيقول في الايميل هذا ايضا بانه هو هذه السيده ادعت ذلك، هو قام بنشر يعني هذه الصفه. طبعا هذا لا يعفي من المسؤوليه القانونيه، لان كيف مش اي واحد يجيك في منتدى، هذا منتدى عالمي، ويقول لك انا ممثل مؤسسه وطني نفط وتتحط يعني ما هذا يعني او تنشره او تعطيه مساحه اعلاميه. طبعا الاداره القانونيه حتدرس كل الخيارات المتاحه امامنا حنتخذ ضد الاجراءات. ايضا قمنا بمخاطبه وزاره النفط بمراسله رسميه 33/16 تسجيل تاعها اليوم، بايضا بمخاطبه السيد وزير النفط، وابلغناه بفحوى هذا الخبر وايضا الملابسات والمستندات اللي استلمناها نحن من اداره المنتدى اليوم، وطلبنا من السيد الوزير النفط يعني بحكم الاختصاص التواصل مع الجهات في الداخل وفي الخارج من اجل يعني احقاق الحق، ومن اجل ايضا رفع دعاوى على هذه السيده او من يمثلها، او ملابسات من كيف تمثل من اي مؤسسه تحكي عليه وتمثل اي مؤسسه. يعني هذا طبعا اختصاص رئيس الحكومه، ونحن قمنا بمخاطبه السيد وزير، ايضا قمنا بمخاطبه السيد النائب العام ايضا نفس الموضوع. والمؤسسه النفط الدار القانونيه تعكف حاليا على دراسه الخيارات القانونيه المتاحه امامها ايضا للادعاء على هذه السيده او على المنتدى اللي اعطاها مساحه. طبعا نحن نعلم ان هذا الخبر يعني كله عار عن الصحه، ولكن زي ما قلت انا فقط للتوضيح اكثر يعني للشعب الليبي الكريم والعامل قطاع النفط بالاساس، ان كل ما يثار من زوبعه اعلاميه